السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصل القصص الجديدة واللايك. شكرا لكم. انا سميتي فدوى. كنتمنى يسمحوا لي الناس اللي غتجرحهم هاد القصة او اللي غيجرحهم التصرف ديالي في هاد القصة. انا ما كنحملش ماما، ما كنحملهاش، كنكرهها. يقدروا الامهات اللي كيبان لهم هاد التصرف هذا اللي هو غريب، او اللي يقولوا انا مسخوطه مسخوطه الوالدين، او لا كنقول الخير ديال الام ديالي عليا. بغيت نقول لكم راكم غالطين وغالطين بزاف. ماشي كلشي الامهات كيستاهلوا انهم يكونوا ام، ماشي كلشي الامهات كيستاهلوا ان يحترموهم ولادهم. خصهم يفرضوا الاحترام ديالهم على ولادهم باش يقدروا يحترموهم. انا ماما ما خلات ليش فاش نحترمها، ما خلات ليش فين نحترمها. من الصغر ديالي، من الصغر ديالي وانا داك الكره كيكبر فيا في الداخل ديالي، حتى كبرت صافي حتى انفجرت، ما بقاش ليا فين مازال ناز. ايوا الا بغيتو تفهموني خصكم تسمعوا لي القصه ديالي باش تهضروني، باش تعرفوا علاش كنقول هكا. انا من الصغر ديالي حليت عيني، لقيت راسي في واحد الوسط اللي فيه ام واب واخت. حنا كنا زوج ديال الخواتات وماما وبابا. بابا واحد الانسان اللي درويش درويش بزاف لاقصى درجه، وكانت ماما كتقمعو. ماما شخصيه قويه، واخا غير جالسه في الدار زعما ربات بيت، ما كتخدم ما والو، هو اللي كيخدم، هو اللي كيجيب الفلوس، هو اللي كيصرف على الدار. مع ذلك هي اللي كتحكم فيه، هي مولة الري والشوار في الدار، هي اللي كتامر، هي اللي كتنهى، هي كل شيء. حتى من العائلة ديال بابا اللي هو أمه وخواتاتو كانت محرمة عليهم يعتبوا في الدار عندنا نهائيا، بكثرة ما داك الشيء اللي دارت ليهم ما كيحملوش فيها الشعرة، وقطعوا معها في مرة. بابا نهار كيبغي يمشي يشوف أمه وخوتو كيمشي خزنها عليها، كتحرر فيه العيش اللي عرفاتو مشى لعندهم. وداك الشيء أنا كنت كنشوفو بعينيا، ما كنتش كنفهم ديك الساعة، بقى صغيرة. حتى بديت كنكبر كنكبر وكنكتشف ان ماما واحد الانسان اللي شريره، اللي قلبها عامر بالشر، اللي حقوده، كتحقد على الناس، كتغير من الناس اللي احسن منها. ما كتبغيش الخير لغيرها، كتبغي غير راسها، كتبغي غير راسها وصافي، راسها فقط، راسها وبس. حتى بناتها ما عندهمش قيمه قدام الرغبات ديالها. ملي وصلت 12 عام عرفت ان ماما عندها صاحب، وبابا في دار غفلون، ما سيق الخبر حتى شي حاجه. كانت كتخلينا وكتخرج عنده باش عرفتها معاه. انا شفتها معاه جوج مرات، واحد المره شفتو كان كيسلم عليها من الحنك للحنك، ديك الساعه دخلني الشك. وملي سولت قلت لها ماما شكون هو هذاك، قالت لي يا تقول يا طونسيون. بقات تسولينيش، دخلي سوق راسك عندك تقولها لشي حد، وهي هي كتقولها لبابا، كتقول ليه راه تلاقات مع شي حد اولا سلمت عليه. سمعتيني عاودني منك. ملي كبرت تأكدت هذاك السيد هذاك كنت كتعرفو، كتخرج معاه، خزنا على بابا. مع ذلك وجهها صحيح ما كتحشمش نهائيا. بقات مع داك السيد واحد المده طويله، كنت كنشوفها ملي كتخرج معاه بحال وليت كنراقبها، مرت بها وبداك الشيء اللي كدير. بابا مسكين كيجي من الخدمه كيجلس في الدار، شحال مره كيجي قبل منها، كيجي هو للدار وهي باقا ما جاتش، كيسول فين يمكم، كنقول ليها ما عرفت. وملي كتجي كيخاف يسول حتى فين كنتي، كتدخلي الا سولها كتقمعو، ما كيقدرش يهضر. انا ما عرفتش السر اشنو كان ورا ديك القبحه ديالها معاه، ولا كيفاش كان مخليها انها كتحكم فيه، واش هو كان هكا شخصيته ضعيفه، اولا دارت ليه شي حاجه حتى ولات هكاك هي اللي كتحكم فيه. ما عرفتش، ما قدرتش نعرف. يوم ملي كبرنا بدات كتبغي تبيع وتشري فينا احنا، من غير ان في الصور دوزت علينا، دوزت علينا بالمعقول. هي غير خارجه، هي كتسارى، هي جالسه كتفرج دائما تيليكوموند في اليد قبل التلفازه. احنا انا وخسي علينا كل شيء. انا قبل ما كنخرج خاصني نطرف البيت اللي كنعسو فيه، كنطرفو كنقادو، اختي كتنوض كتطرف الصالون، كل وحده فينا كدير حاجه. المهم ما خصنا نخرج من المدرسه حتى تكون الدار نقيه وكتشعل. الجفاف كنجفو الدار في الليل، وحده كتجف في الدار، وحده كتمشي للكوزينه كتجمعها. المهم هي حتى شي حاجه ما كدير، الا طيبت كطيب داك الغدا. وملي كبرنا ولينا حنا اللي كنطيبو، صافي هي حيدت عليها الغدا، لا ماشين كندوروها،
كنطلعوا الحوايج نشرهم، ملي كيهبطوا الحوايج هي كتقول نعطيو حوايجكم وديو حوايجي انا وباباكم للبيت. المهم هي دائما مشغوله، دائما ما مسالياش هذاك الدور ديال الام اللي تقرب من بناتها، تشرح ليهم، توعيهم، توريهم الحاجه الخيبه، الحاجه اللي قبيحه، شنو يديروا شنو ما يديروش. عمرها ما كانت، لدرجه اني انا جاتني العاده الشهريه وانا عندي 11 عام وما كنت عندي على حتى شي فكره، ما كنتش فاهمه شنو هذاك الشيء، ما عارفه والو، عمرها ما هضرت لي عليه ولا قالت عليا، وتخلعت ما عرفت شنو هذاك الشيء. خفت منها، بقيت كازه في بلاصتي، ما قدرت نقول لها والو، شحال وانا خايفه منها. لحتى تخيلوا دازت واحد المده طويله حتى قدرت نسولها، ويعني غادي واحد الحاجه اللي هي بسيطه. حتى كبرنا، كبرنا بغدت تتاجر فينا هكاك، يعني بالبرود، ما عندها غرض فينا، ما عندها سوق فينا، كان كيهم غير الفلوس. بابا كتاخد عنده الفلوس ديال الماضة ديالو، الراتب ديالو كيجيبو كيحطو لها بين يديها، كنت تعطيها بشوية بشوية وصافي، باغا غير الفلوس الفلوس الفلوس. ملي وصلت انا 18 عام جابت لي واحد السيد عريس، ما كنعرفو وما كيعرفني، ما حملتو، ما قبلتو، ما بغيتوش نهائيا، ما تقبلتوش، ما باقي ما عنديش على الفكرة ديال الزواج نهائيا. انا كنت باغا، كنت كنحلم اني نقرا ونخدم ونخرج من داكشي كامل، واني نبعد عليهم، ما بقيتش حامله داك الجو ديال الدار. وهي بغات تلصق فيا راجل اولا تلصقني ليه، حتى من بعدها عرفت علاش. عطيها مطمعه بالصدق ما عرفت شحال، ومطمعه بالكادويات، وما عرفت مين دبرت عليه جايبه ليا. ما بغيتش، كنتلف بابا، كنتلف فيه، عافاك بابا، عافاك، عافاك بابا، قول لي هلا انا ما بغيش نتزوج دابا، عافاك بابا، الله يرحم لك الوالدين. مسكين بابا بالخوف منها وداك القهر اللي قاهره كيقول لي ايوا نشوفو مع الله، يهدي الله، طلبي معايا يهدي الله. تخيلوا ملي الاب كتولي ما عنده السلطه على ولادو، كتولي السلطه في يد الام، واش هذه بقى ام؟ واش هذه ما نكرهاش عباد الله، راه كرهتني فيها. وملي فقدت الامل فيا انا وبقيت كنقول لها لا، كنعارضها ويدوز لاختي. اختي كانت كتخاف منا، كانت خوافه بزاف، غير كتحمر فيها، كتخرج فيها عينها، صافي كتبول في حوايجها. حشاكم يعني داك الخوف اللي كانت كتخوفنا، حيت كانت كتضربنا بزاف. اللي ما بغاش دير شي حاجه اللي كطلبها منا كتضربها، عندها اسهل حاجه انها تضربك، اسهل حاجه انها تقمعك. ما كاينش ديك اللغه ديال الحوار في الدار، ما كايناش نهائيا، كاين غير القمع، غي ديري هادي ولا غادي ندير لي ماك، ديري هادي ولا غنحيد لك هادي. بحال شي جوج خدامات جابهم ولا الله فابور حطهم لها بين يديها، كتحكم فيهم كيما بغات دير لنا التليكوموند، ديري هنا دوزي هكا، جلسي دخلوا تنعسوا. كانت كتحرمنا حتى من الفرجه في التلفازه، كتدخلنا البيت نعسوا بكري مع 8:30، بحالنا بحال وليدات صغيورين. ملي كما قلت لكم انا ما بغيتش نتزوج بهذاك السيد اللي جابت ليا، زوجاتو لختي، اختي مسكينه ما قدرتش تهضر، كنقول ليها عافاك اختي ما تزوجيش بيه، راك ما كتعرفيش، الله اعلم كيفاش داير هذاك السيد. والمشكله انه كان في مدينه اخرى، وبابا بقى هكا يشوف، ما قدرش يهضر. تزوجات اختي مسكينه ومشات مع مدينتو، سكنات معاه تماك. تخيلوا ما كملتش شهرين جابت فاليزها ورجعت عينيها مزرقه ليها، كيطلب منها شي حوايج اللي خايبين، شي حوايج اللي حرام في المعاشره الزوجيه. ما قدرتش تصبر، صافي وجات. كرهتها انا ملي شفت اختي راجعه في ديك الحاله، كرهت ماما، كرهتها محتي وانا كنكرهها. ملي كملت الباك ديالي طلبت بابا انه يصيفطني لشي بلاصه بعيده نقرا فيها، ما بقيتش باغا نشوف فيها. جنات على اختي هذاك المصير ديالها كنت انا اللي غادي نكون فيه، جنات عليها خلاتها طلقات وهي باقا صغيره، تزوجات زواج اللي هو ديال والو، طلقات وما عندها سوق، ما عندها غرض، ما عندهاش فينا داك المحنه ديال الام، ما كتحش بها جهتنا نهائيا. وبا مسكين بابا راه ما كيهضر، ما كيتكلم، كيشوف اختي هكاك ملي جات هكاك. تخيلوا ما هزش حتى التليفون وعيط لراجلها ودار فيه، اولا صبنوا على ديك الحل اللي جات فيها بنتو، اولا ما قدرش يهضر، حيت قالت لي صافي خليني مني ليه، انا قاده بيه. نهار على نهار ما حد الوقت كيدوز، ولا وانا كنكرهها، ما بقيتش قادره نتحملها، لا انا قادره نهضر ولا نوقف وجهها ولا نقول لها هادشي اللي كديري بزاف ولا راك زايده فيه، راه ما كنقدرش نعارضها.
ولكن في نفس الوقت ما بقيتش قادره. قدرت اني نلقى نتبع قرايتي في مدينه اخرى، هادشي اللي كنت باغاه، هادشي اللي كنت كنتمناه. ومشيت من هذاك النهار صافي، ما بقيتش عاود رجعت للدار صافي. مشيت كسبها امتى نخرج من الدار، مشيت وليت كنقرا وكنخدم، حتى دوك الفلوس اللي كيصيفطوهم ليا درت منهم بالنقص. بدلت النمرة ديال التليفون ديالي باش ما يبقاوش يعيطوا ليا. مره مره كنتصل بابا ب شو كندير نيميرو بريفي وكنهضر معاه وكنقول ليه بابا راه انا بخير، ما تشطن عليا ما والو، انا كون هاني عليا راني بخير وعلى خير. وبقيت كنخدم وكنقرا كنخدم وكنقرا، كنقول واخا نضرب سماره واخا نحفظ بالليل ونخدم بالنهار، واخا ما عارف شنو يدوز عليا، واخا نتعذب في الزنقه نتكرفص، ولكن ما رجعتش لهذيك الدار. ماما كرهتني في حياتي معاهم. كون كان شي وحده اللي هكا خارجه الزنقه كتقول لك انا كنتمنى العائله والجو ديال العائله ونعيش وسط عائلتي ونلقى الام ونلقى الاب والطفل الاسري، انا كاينه ماما وبابا وحنا غير زوج ديال الخواتات، ولكن الدفء الاسري ما كاينش. الام اللي كتحضن واللي كتقاد واللي كتجمع الشمل واللي كتربي ما كايناش. ام اللي هي فاسده، ام اللي كتخون راجلها، ام اللي باغا تبيع بناتها على قبل الفلوس، ما كتهم حتى شي حاجه، ما كتهم المصلحه ديالهم حتى شي حاجه. على نهار كنزيد كنحقد عليها وكنزيد كنكرهها، وكيبقى فيها بابا بزاف مسكين. بابا لحد الساعه ما عارفش اشنو كدير من وراه، والله اعلم يقدر يكون عارف وساكت. ما عرفتش الصراحه، لانه ما كيقدرش يهضر قدامها، هي مسيطره عليه، هي كل شيء، هي الامر الناهي كيف ما قلت لكم. عشو امسا عاود رجعت لدارنا، حتى النهار اللي بغيت نتزوج كنت خدمت في واحد الشركه وكتلاقيت مع واحد الناس اللي بغير يرتبط بيا يتزوج بيا، وكان عجبني. دوز واحد الفتره انا وياه متعارفين، وهذا نهار ملي وصلنا المعقول بغى يخطبني كان لازم عليا ضروري بزاف مني خاصني نجيبو لدارنا باش يخطبني. وعيطت غير لبابا علمت، قلت لي بابا راه غادي نرجع للدار، راه غيجي معايا واحد الولد غادي يخطبني. قال لي واخا بنتي ما كاين بحس. صافي بابا مسكين ما كيقول والو، ما كيعترض، ما قال لي لا فينك لاش كديري، ما خاصم عليا ما حتى شي حاجه. وجيت انا والسيد اللي بغى يخطبني، جينا للدار، جيت انا وياه في الطوموبيل ديالو، طلعنا. ماما كتطلع وكتهبط فينا، ما عجبهاش الحال. شنو اللي ما عجبهاش؟ ان شي حاجه اللي ما غتستافدش منها هي، راه ماشي ما عجبهاش اني خرجت على السيطره ديالها معنويا، واني مشيت وليت هز راسي وليت متحمله مسؤوليتي. لا، اللي ما عجبهاش هو انها ما غاديش تستافد شي استفاده اللي هي ماديه من وراء هذا الزواج، حيت انا جيت صافي، جيت ماشي جيت غنشاورهم، جيت بحال اللي غادي نعلمهم، وجيت غير جبت السيد باش يتعرف عليهم وباش يكون هذاك الخطبه ولا الزواج زعما رسمي. اما حنا كنا مفاهمين على كل شيء، بغيتها يشوف دارنا ويشوف عائلتي ويعرفهم. و حتى ملي كنت غادا وسلمت على بابا عنقته وهو كيبكي وانا كنبكي، بقى فيا كنشوف فيه مكرهتش بابا نخطفو من وسط داك الجو وندي معايا اختي مسكينه بحال شي اله في يديها كتخدمها كيف ما بغات. نورا ما طلقات وجات للدار دارتها بحال الخدامه، ولات خدامه جالسه لانها ما كتقرا ما كتخدم ما والو، غير جالسه في الدار بحال شي خدامه اللي مقابلها وكتقبل ليها الرغبات ديالها. الصخرة، الشقة، كل شيء كديرو هي، الميناج كامل ديال الدار كديرو هي، كطيب كل شيء كديرو. اختي مسكينة بقى صغيرة وضيعتها، ضيعت لها شبابها، ضيعت لها حياتها، كانت باغا دير مني حتى انا صورة بحالها، صورة طبق الاصل منها، ولكن انا شخصيتي هذيك الضد اللي كاين شخصيتي، ديك الضد هي اللي فيا، هي اللي نفعتني. اما كرهها تغلبات عليا وحكماتني. ومشيت انا نتزوج بنقول الناس اللي بغاني وبغيتو، وبقى لحد الساعه كيسولني كيقول لي مالك مع داركم، ما نقدرش نقول ليه، ما كرداش شي واحد يعرف خرج يعرف بلا امي مرا فاسده، بلا مرا ما كتسواش، بلا مرا خايبه وتصرفاتها خايبين، حتى حد ما غادي يتقبل اللي سمع هادشي. اللي قلتها ليه راه اول حاجه ما غيحترمنيش انا، ولا غيعرف راني سيبسو هكاك راه ما غاديش يحترمني. ايوا دابا الناس اللي كتسمعوا لهاد القصه، واش تقدروا تقولوا بلي انا مسخوطه الوالدين؟ واش انا مسخوطه حيت ما كنحملهاش، اولا هي اللي الانسانه اللي ظالمه اللي ما كتراعيش ربي؟